السلام عليكم إخواني أخواتي متتبعي قناة إبداع خياطم. جيتكم اليوم بدرس جديد وطريقة ديال تفصيل بنوار شتوي قصير بالبونداو وبالقبض كابيشون اللي غادي يكون كروازي. اللي هو عندي هاد التوب اللي عندي توب جاي مصوف توب كما تشاهدون. هاد التوب عندي فيه جوج انواع، عندي فيه هاد الشال اللي جي طالع وعندي يجي هكا هابط. انا غادي نتبعو الشال اللي جي هابط بحال هاد الطريقة. نصاوب التوب ديالي، نصاوب التوب ديالي مزيان بهاد الطريقة كما تلاحظون. نقوم برسم خط العنق، بعد ذلك نقوم برسم الظهر، بعد ذلك نقوم برسم الطول الفصل، ثم نقوم برسم الطول الطول كامل شعلي الطول كامل. لكن نقوم بحساب الكتف، حساب الكتف، الكتف مقسوم على 2 زائد 1 سنتيمتر. من هاد التوب يتجبد هذا، تم تنزيل 1 سنتيمتر. نربط 2 سنتيم ندير في العمق 8 سنتيم أو 9 سنتيم. تراسي خط الكتف، نقوم بحساب التركيز هو نصف الصدر زائد 2 سنتيمتر، نصف الصدر زائد 2 سنتيمتر. بعد ذلك نقوم بحساب حساب عرض الصدر. هذا الصدر عندي موجود، نصف الصدر زائد 4 سنتيمتر، نقدر نزيد 8 سنتيمتر حسب تخوازي ديال 9 سنتيمتر. ذلك نقوم بحساب الخصر. نقوم ب هذه الطريقة. الآن نقوم بقص ذلك، نقوم برسم أمام سيأتيني كور في. قص الجيوب، قص
تسجيل بهذه الطريقة. نرى فصلة الأمام وفصلة الخلف، سأقوم بإصابة الأكمام. الأكمام سأقوم بإصابتهم بهذه الطريقة، نغطي الثوب على أربعة أقوم بدرس الأكمام بدورة تركيز سبتي للخلف هذه الطريقة. أقوم بحساب اليد أو اللغة، أقوم بحساب طول اليد، بحساب طول اليد، طول اليد، طول اليد، طول اليد هي 64، 64، 64، عفوا 64، زيد هذه الخياطة، بعرض اليد. أقوم بالقص، الخلف، الأمام، الأكمام، الآن أقوم بفصالة القبب، أقوم بفصالة القبب برسم خط مستقيم. أقوم بقياس طول الرأس، الرأس طريقة، هنا غدا 22 سنتيمتر. إذا هنا انتهيت، yep.